واعلموا أن الأعمال بالخواتيم، أن الأعمال بالخواتيم، وما يموت عليه الإنسان. قد يعمل الإنسان الأعمال الصالحة ثم يختم له بالسوء فيموت على الكفر فيكون من أهل النار، وقد يعمل الإنسان بالأعمال السيئة فيختم له بالخاتمة الحسنة فيكون من أهل الجنة. ويا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، فأنت في هذه الدنيا عابر، أنت في هذه الدنيا عابر وسائر ومسافر، تحملك الليالي والأيام إلى الآخرة، فاستعد للآخرة، استعد للقاء الله سبحانه وتعالى.